السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي نشرت: بتوجيهات من جلالة الملك المفدى أيده الله وبعدد لا يتجاوز 5 مصلين، فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة، الغرفة، الإعلان عن معايير صندوق السيولة الثاني قريبا، وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: رئيس الوزراء يوجه بتوفير السلع وضبط الأسعار، وأكيل الداخلية قانون التطوع سيخفف الضغط على رجال الأمن، الصحة تصدر قرارا بإغلاق غرف قياس الملابس في المحال التجارية وعدم السماح بتبديل السلع، ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: خطباء ومصلون لصحيفة الوطن، إحياء الجمعة من الفاتح أحيا قلوبنا، مصدر لصحيفة الوطن، تحري هلال رمضان يوم الأربعاء، الأشغال، عودة النظافة إلى الوضع الطبيعي خلال أيام، مصدر لصحيفة الوطن، شروط جديدة لصندوق السيولة في الأسبوع المقبل. أما صحيفة البلاد فقد بيّنت وزير الداخلية إيواء العمالة غير النظامية. تناولت صحيفة الأيام أنه لدى استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أكد سموه أن حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قامت بها مملكة البحرين استهدفت في المقام الأول دعم المواطن وتمكين القطاعات التجارية والاقتصادية من مواصلة نشاطهم، ووجه سموه إلى إعداد ووضع خطط مستقبلية للتعامل بكفاءة مع التداعيات والآثار الاقتصادية. في ضوء التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله، نشرت صحيفة الوطن أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة أصدر قرارا بفتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد محدود بـ5 أشخاص، مع إلزامهم بارتداء الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة، وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الأعلام. ومن صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أكد أن مجموعة من الشركات ستقوم بالعمل على تنظيم العمالة الخاصة بها، أما العمالة غير النظامية فسيتم العمل على تخفيف كثافتها من خلال الاستفادة من المباني التي تم التبرع بها. فينا خير لوطن الخير عنوان مقال في صحيفة الأيام للكاتب سعيد الحمد، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. بصراحة وموضوعية نقولها من منطلق حب الوطن، لا ننتظر خطابات وإشادات ومدائح ومقولات وأحاديث من فوق المنابر والمنصات، لكننا ننتظر من الجميع بلا استثناء خيرا بما تجود به أنفسهم لوطنهم، فهم لن يقدموه لأحد لكنه للوطن. الجميع يقف اليوم أمام مبادرة فينا خير لقياس قيمة الوطن عنده، وبالتالي المشاركة عمليا في مبادرة فينا خير. حين نقول تستاهل فهي تستاهل منا ومنكم المشاركة العملية في المبادرة كي تكونوا مثالا ونموذجا في الولاء والانتماء للوطن والوقوف بجانبه عمليا وقت الكوارث، فهكذا هم أهل البحرين أهل فزعة. بيّن صحيفة أخبار الخليج أنه صدر قرار عن وزيرة الصحة فائقة الصالح
بشأن بعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. ونص القرار على أنه على كافة المحال التجارية والصناعية إغلاق غرف قياس الملابس كليا، وعدم السماح بتجربة أو قياس السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة. بيّنت صحيفة الأيام أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتمع برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، وذلك للعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بوضع الآليات الممكنة لضمان توفير السلع الغذائية خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل. ومن صحيفة البلاد نطالع أن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أعلن أنه تقرر الاستمرار في حملة فين خير حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تقرر فتح الباب أمام كافة الجاليات المقيمة في مملكة البحرين من الأفراد والمؤسسات والشركات للتبرعات المالية ضمن الحملة، وتنظيمها بالتعاون مع تلفزيون البحرين القناة 55 في يوم الجمعة القادم. تأثير الإشاعات في الحرب على كورونا، عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للكاتب عبد الله الأيوبي، وقال فيه ما يلي: في هذه المعركة جميع الجهود الطيبة والخيرة مطلوبة بل وضرورية، فالمسألة وطنية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن أي مساهمة مهما كان حجمها وقوتها إنها من دون أدنى شك تعتبر معينا ومكملا لجميع الجهود في هذا الشأن. فكيف عندما يتعلق الأمر بسلاح يعد من أخطر وأمضى الأسلحة في مثل هذه المعركة، وهو سلاح التصدي للشائعات بهدف إبطال مفعولها وتأمين حصانة المجتمع في وجهها؟ يتأتى ذلك قبل كل شيء من خلال الاستمرار في بث المعلومات الصحيحة والمؤكدة من مصادرها الموثوقة، وفي الجانب الآخر المعني به مختلف أفراد ومكونات المجتمع، وتحري مدى صحة أو مصداقية أي معلومة تأتي من مصادر أخرى. نقرأ من صحيفة الأيام أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة تفقد مقر إيواء العمالة الوافدة في أرض منتزه عين عذاري، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بغرض تخفيف كثافة العمالة الوافدة بمناطق سكنهم. نقلت صحيفة الوطن أن وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قال إن أعمال شركتي النظافة ستعود إلى ما كانت عليه خلال الأيام القليلة القادمة. نشرت صحيفة الأيام أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال إن إحياء هذا الشهر الفضيل والالتزام بأداء العبادات سيكون في البيوت بسبب الظروف الاستثنائية. بقلم الدكتور محمد مبارك نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان البحرين الأولى في دعم المواطن والقطاع الخاص، فإلى صدور هذا المقال. بالنظر إلى تواريخ إعلان الإجراءات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وذلك لتوحيد الجهود الوطنية في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبالشكل الذي يضمن سيرورة البرامج التنموية للحكومة. تنوعت تلك الإجراءات ما بين دعم أجور المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص إلى تحمل رسوم الكهرباء والماء لجميع المشتركين من أفراد وشركات، إلى إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية،
وإعفاء المؤسسات الصناعية من رسوم استئجار الأراضي وإعفاء المؤسسات السياحية من رسوم السياحة. من المهم أن نشير هنا إلى أن مملكة البحرين هي أول دول المنطقة التي أعلنت اتخاذ إجراءات لدعم المواطن والقطاع الخاص عبر تقديم حزمة مالية ضخمة ضمن إجراءاتها لمكافحة تبعات انتشار فيروس كوفيد-19. وقد جاءت دول المنطقة تباعا في اتخاذ إجراءات مماثلة، والتواريخ الموثقة تشهد على ذلك، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على النظرة الملكية الثاقبة في التعامل مع مثل هذه الأزمة الدولية وصواب إجراءات الحكومة الموقرة وحسن تدبير وتنفيذ وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهو جميعه أمر يبعث على الفخر والارتياح. أوضحت صحيفة الوطن أن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أعلن أن شرطة المديرية ألقت القبض على شخصين قاما بممارسة مهنة الحلاقة داخل مسكنهم الخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لفت الصحيفة الوطن أن رئيس النيابة عدنان الوداعي قال إن النيابة العامة قد أنجزت التحقيقات في عدد من القضايا بشأن مخالفة الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية من أجل مكافحة فيروس كورونا. ومن صحيفة الأيام نطالع أن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أكد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن معايير الاستفادة من صندوق السيولة الثاني الذي يأتي بحجم 100 مليون دينار. بقلم الكاتب فريد أحمد نشر صحيفة الوطن مقالا بعنوان رمضان في ظل فيروس يتوحش، فإلى سطور هذا المقال. شهر رمضان المبارك هذه المرة لن يكون كما كان في السنوات الماضية بسبب تحكم فيروس كورونا المستجد في المشهد وفرضه ظروفا وأحكاما وقواعد لا يمكن تجاوزها. لهذا فإنه كلما اقترب الشهر الكريم كلما ازداد قلق المسلمين في كل مكان وشعروا بالاضطراب. شهر رمضان من دون تلك المظاهر أمر صعب، لكن الأصعب هو أن نظل خاضعين لفيروس خبيث يعمل في الخفاء ومتمكن. واقع الحال يقول بأن الغالبية من البحرينيين سيلتزمون بكل ما يطلب منهم وما يفرض عليهم من أحكام وقواعد بغية منع انتشار الفيروس في شهر رمضان، فهؤلاء في مستوى يؤهلهم لذلك، ولن يجد فريق مكافحة الفيروس معهم أي صعوبة. منع إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة التراويح مسألة سهلة، فعندما لا يجد المصلون أبواب المساجد مفتوحة فالأكيد أنهم لن يدخلوها عنوة وسيصلون في بيوتهم. الأمر نفسه فيما يخص منع المجالس الرمضانية أو فرض قيود عليها، الصعوبة ليست في هذا وإنما في فرض حكم التباعد الاجتماعي ومنع المظاهر الرمضانية الأخرى. ما أنجزه فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن كثير ومهم، ولكن ينبغي المحافظة عليه عبر تنظيم حملة إعلامية عاجلة لمنع كل اختراق للقواعد والأحكام التي تم فرضها والالتزام بالقواعد الخاصة بشهر رمضان المبارك. فالإنجاز الذي تحقق يمكن أن يطير في اليوم الأول من شهر رمضان أو خلال الشهر أو في عيد الفطر. لفتت صحيفة الأيام أن بلدية أمانة العاصمة أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحكم بآلية الحركة في السوق المركزي وبقية الأسواق، وذلك بهدف استدامة تقديم الخدمات في سوق المنامة المركزي على وجه الخصوص. ذكرت صحيفة الأيام أن جمعية الهلال الأحمر البحريني
قامت بتدريب أكثر من 900 متطوع بحريني على كيفية التعامل مع فيروس كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وجمعية الخالدية الشبابية. بيّنت صحيفة الأيام أن جمعية بصمة خير أكدت أهمية توظيف طاقة أعضاء الجمعية لنشر الوعي حول طرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتطهير بعض المناطق وتوعية الجاليات. نشرت صحيفة البلاد مقالا للدكتور علي الصائق بعنوان كورونا العمالة السائبة والمرنة، فإلى ما جاء في هذا المقال. في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا الذي صار العدو اللدود وأصبح تدارك انتشاره والسيطرة عليه أولوية عالمية وهدفا وطنيا يسعى الجميع إلى تحقيقه للحفاظ على الأوطان والبشرية، بات من المهم جدا أن ننتقد ما آل إليه الوضع مع العمالة السائبة والمرنة في آن واحد، وأن نتساءل إن كانت هذه العمالة سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أو لا. بات من الضروري بمكان أن نعالج المشكلة من جذورها وأن نرتهن إلى حكم العقل والمنطق في سبيل إنهائها في الوقت الذي أصبحت فيه ثقلا كبيرا ومهددا للقدرة الاستيعابية الصحية. وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها إنه من الواجب حفاظا على الوطن وأمنه وسلامته. لا شك بأن أي عامل وافد له حق الرعاية الإنسانية باستثناء العمالة السائبة التي ليست لها صفة شرعية. أما العمالة المرنة فقد أرهقت السوق التجاري وقد ترهق النظام الصحي، بالإضافة إلى العمالة التي تضر بصحة المواطنين والمقيمين بممارساتها الخاطئة أو التهاون في التعاون مع الجهات الرسمية، وبالتالي من الحق أن يرحلوا أو أن تتخذ ضد دولهم التي ترفض استقبالهم إجراءات كفيلة مناسبة. فالمواطنون والمقيمون الشرعيون يستحقون أولوية الرعاية دون غيرهم. نطالع من صحيفة الأيام أن مجموعة من الأطباء أطلقوا مبادرة تحت عنوان أطباء الواجب بهدف تقديم الاستشارات المجانية للمرضى للحد من زيارات العيادات الطبية والمستشفيات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم علاج العديد من الحالات من المنزل. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرت في زياراتها الميدانية إلى مراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي، حيث تواصلت مع بعض من أفراد العمالة الوافدة واطلعت على ظروفهم المعيشية والتأكد من ضمان السلامة والنظافة والرعاية الصحية المقدمة لهم. نشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان كورونا والثقافة الاستهلاكية للكاتب عبد علي الغسرة، فإلى نقاط هذا المقال. هل أفقدنا كوفيد-19 طعم الاستهلاك ومذاق الطعام أم زاد من قابليتنا للشراء من المحلات والبرادات؟ فبالرغم من تفشي هذا الوباء عالميا والالتزام بالحجر المنزلي وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين، إلا أن هناك من يخرج من بيته، فالأطباء والعمال والفنيون والمسؤولون يعملون من أجلنا ونحن جالسون في بيوتنا. إن الثقافة الاستهلاكية سلوك حياتي وحضاري يعلمنا كيف نشتري ومتى، ويرشدنا إلى الطريقة المثلى لاقتناء هذه السلعة وترك تلك بناء على حاجتنا إلى السلعة كما وكيفا. فالشراء بكثرة بدون تأن يعني مزيدا من الاستهلاك وإنفاقا في غير محله،
نحن في زمن الكورونا، علينا أن نشتري ما نحتاج إليه، نبتعد عن ما لا نحتاج إليه حتى ولو كان سعره متدنيا، حتى لا تنتقل أموال المستهلكين إلى جيوب المنتجين والتجار والشركات. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.